يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. باب الصلاة في مواضع الخسف، يعني لشوينك كخسف رويدابي خواي قولي عقوبي قومي كدابي وروي شواد قلنا زويدا آية دروس شون لبين يوش كردن شونا. والبيع يعني معابدي جولكا وهروها كنايس وانا نوش كردن تيايدا شونا. حديثك ما بودين دفرم في عمري خواري صلى الله عليه وسلم فرميتي ما شونا شوينو منطقيوي او كسانيك خواس زايداون لناوي بردون لأمتاني بيشو الا مقر بحالتي چي بحالتي قريانوا، يعني لعقوبي خواي برودقار بترسن لترسا بقرين. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. بو اوي خواي برودقار او بلاي بسر اواني هنا بسر ايوشي نهيند كواتا عبرد ورقرن، يعني إنسان كاتك دبينات بون من لسردمي خو من دبرا كانم لسردمي خو دا تماشا دا كي استا شوي نواري قصر كاني سروشي عراق ما ولا زور شوين. في عمري خو عليه الصلاة والسلام فرمي ما تشونه شوينانا إلا بحالتك كي سرسامي ومعجبين بحالتي لأخوات رسانة وبرون بيرك وبلا سيرك تش قصرك وتش كوشك وتلاري تش هبو كتش خواي قبرت شي بسر هنا واستال شوي وحالي تشيا اوا نق معجب وسرسام بي اي تشتي تش مهم وتشون وتشونيا. بلى احسن الله اليكم. وعن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه وام سلمة ذكرتا كنيسه راينها بالحبشه فيها تصاوير فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. عائشة فرمي أم حبيبة أم سلمة بس ينكربوا بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام كاتك هجرت ينكربوا بو حبشة لو كنيسة أنبيني لناو كنيسة كده رسمي تدابو تصاوير رسم اوان بو پیغمبر خوا باسکر علیه الصلاه والسلام پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله سر به فرموی اوان اگر پیاو چاکی چن لمردبا دهاتن قبر لسر قبرکی مزگوتی چن دروز دکل لسر قبرکی و او رسمان رسمی او پیاو چاکانان لدیوارکی ددا اولئک شرار الخلق عند الله امانه خرابترین مخلوقات الله خوای پردگار کواتا مزگو دروس کردن لسر قبری پیاو چاکان ایشی خرابترینی خلقی خوایا یا ایشی اولیاء و پیاو چاکانا خرابترینی خلق بایه مسلمان احقاد لی بباش خود وره اما دینکتا که قبری پیاو چاک نابی مزگو تی لسر دروس بکره چه جای مزگو تو گمزی چی گورو ترتیبات و زیارت کردن و طواف بدورده کردن و کومل رنمایی دادن دره چون؟ كسي كذا جيت حج عمره كتابي شي ددني الرن ما كان شلون دتي لدوري كعبه طواف دكي شلون دسوريته ودز لشوي دديت وش دعاك دكي همان ترتيبات يعني بوشي كردوا بو مزارغا كاني قبري فلان وفي سارو بناء الى سركراو تشبيه كعبي بيدكن اما جائز نيه اما ايش الشرار الخلق عند الله ببلقي شي حديثي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام لشوي هات ولا بخاري ومسلم ده هاتوا بو ابراهيم او دعوه توحيديك اهل السنه ديكن كاك دعويك نامون نيه اما دعوي قران والسنه برابر زكانم اما اسلامي حقيقيه اما كتو ند بيستويان سريا ليتشيو عندو تشواشكا تشواشيان كردوي خلل لخوتا خوت بي اگاي نك ام دعويك بان قدك ابو توحيدي خواب زاني ما دعويك تازه وكدبينين هدا كسلا لا كساني دوراو فاشل بداخوا اوا وين قزي كان دكن كاك أم تايبي دين داريتي فورمي سلفيتا لقل دين داريتي كردناية توا بو كرديني چيتري هيج قال إسلام مقاري كرد مسلماني بالي أي إسلام چيه إسلام سرچاوكي قرآن و سنة نيبالي
استا بانغوازي سلفيت بخلق دليت شي خو بخلق ناله شو التوراة وانجيل كون بخلق دليت دز بقران وسنته وبقرن ايام قران وسنته كبي ما دفرم ام جورشتانه خرافته وشركه وخرافه ونبي مسلمان بيكا تو استا دي دا كوشي لوشت خرافه دكي تو دجاتي دعوه اهل السنه دكي ودخيت قلبي شي سياسيه وچوا شكاري ودرو دكي انسان لخواب ترسيو شرم كبراستي عقوبه اخوا غوريا توبون علي خوا خيري او كسان ابن سكا قران وسنه لنا مسلمانا دا بلاو دا كانوا واعيا دا كانوا روشن بيري دا كانوا تيان دا جين لحقه الاسلام لجاتي او دعابك يدس خوشيان لبكي استادي في البازيكو نفاقك دكي لا يد صلاه دار ومسؤول كان واوينا دكي كاكا ما بانغوازي شي خطر وترسناكا اما لقل دين داريتي كردو لقل ما فلانا كسو ما مصطفى فلانا كسو ما لا فلانا كسو تشيو الشيخ فلانا كسو ولي فلانا كس نايتوا ابو عين اسلام دبي لقل تشي بيتو كاك لقل كلامي خو بيغمبر بيتو يا لقل فلان شاعر ولقل فلان ما مصطفى وفلان ولي وفلان شيخ وفلان اما تشي اما دماني قران وحديث اسلام او اسلاميك اخوان اردي او اسلام بلا ايموا نكتو هر کس یک بشوازی چی خو دینداریتی کردو دور قران و سنت او ما لبکی با اصل اشتوا قبول نیه بل احسن الله اليكم. وعن عائشه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصه له على وجهه فاذا اختم بها كشفها عن وجهه فقال صلى الله عليه وسلم وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. عائشة رضي الله عنها يقول لي عبد الله كري عباس دفر من كاتك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لا نخوشي مردنا كيدابو وكبلي سرچفك سرپوشك بسر دمچاي خوي دادابو كاتك يعني تايبو دهاتو بطاقتي ذكرت نفسي ذكر لسرد مشاي خويلاي ددا وقال وهو كذلك لو حالة حريجنا خوشيدا كسر مرقا فرمي لعنتي خوال جولك ولقاور بو لبرشي لسرد شتاوانك اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد شكو قبري بياو شاكا كانيان كرد بمزقوت قبري بيغمبرا كانيان وبيشتريجي بياو شاكا كانيان كرد بمزقوت بو اي فرمي يحذر ما صنعوا تحذير لو ذاك كمسلمان همان شد كان كجولك وقاور كرديان يعني كواتا دروزني قبري بيغمبران وبياو شاكا بكري بمزقوت دروزني اي باشا بوتي بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لا ناو قبرك الى ناو مزقوتك ايدا بو قبرك الى ناو مزقوتك ايدا ها بابا باشا پیغمبران لچو بمرند به لیو بنرجن برایمن به تعبیر چتر ها برایمن ای باشا بس من پرسیاره کی من چیه بوچی پیغمبری خواست آسم لنا و مزگود نیج را که که آفرین لنا و مزگود نیج را و لنا و مالی خوی نیج را برا پیغمبری خواه علیه صلاة السلام چکه دین است اوانی دیانه چهار شکاری کن اوانی قبری پیغمبری خواست آسم لنا و مزگود ای والله وانی قبری پیغمبری خواه لنا و جورکی خوی تی که ای جورکی هر ماوا مزگود لولا گورکرا لولا گورکرا لولا گورکرا کیفی خوی تی مزگود بلان پیغمبری خواه لنا و علي صلاة صلاة قبرك اللي نوجو لك خوي ده أنجا جو لك أبو كز ذكرته وبتين ويجي لبكا أبو كز إذا كان هو رجع أبو كز نادر ده يقدر جاي جور ما أبو كنا وبتين لتنش قبري في عمر صلاة صلاة نيوش كين كورا نقدر جو لك أبو نا كنا هو رجع ددن بتي دس بجين يا ديوار كشي ديوار جو لك شيء نا أهم مرة دروس كراوة خبيت دلنا برو ده برو 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 لير نوستي نشي دستي بيدا بيني ومسحي بكيتو أما لدين الإسلام ده دروزني بيغمبر من عليه الصلاة والسلام لعنتي لجولك وقاول كردو لسلو إشاء استاتشون ده بأمتي الإسلام بك باشا بسياري اشتر أي بو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام نيفر مو قبرك بو قوازنا وبو شويني شتر لشوين لدر وبنجن بو لولا ذلك لأبرز قبره بو جوابكم دانوا هاك
باش آفرین ای دیسان ماو مانه بو بو آها بو چی نیکرد اگر برای جاری اول نکو زور لو برای نفر میان پیامبران لچیه بمرن لود نرژن دومیان لبر چی اگر قبر کی برای باید داره و بور من لبقیع لگل صحابه نجرب قبر کی دیار دبو خالشی لوانی زیاد رویان کربا و طوافیم بد دور دار کربا و چیوچی است نه قفله ل نه جوره کی داره قفله طواف لترسي اوا لترسي اوا قبرك نبرا دروا بلى كواتا في عمري خوار رجاي نداوا استابل ولا قبري في عمري خوار نامز قد دلين راسني ولا لنا وجودك اي خويتي اما مزقود قورو بولا اولادا اما شتي شي تركاك اما يد بيندي بقبري في عمره نيه عليه الصلاه والسلام بلى احسن الله اليكم باب النوم في المسجد للمراه والرجل عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت حديات وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته قالت فوقع بينهم فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو خفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بالحديث مال عائشة رضي الله عنها بدأ فرمي وليدة يعني كتشي بتشوك رش بيست هي عشيرتي شي عربو آزاديان كردبو فكانت معهم يعني بيشتر كويلة بودواي أزاد يعني كردو لقال خويان معي فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور من دالي كتولي شي تربتشوك يعني أوي بس رشاني دا أدن تيب يدلي شالك بس رشاني وابو شالي شي سور بس رشاني وكتولي شي تر ليكوتوا باشا قالت فوضعته أو وقع منها فمرت حديات وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته يعني كليك وتوا شنك السوربوا أو دا حديات جورا بالانديك ديت واد زانيك غوشتا أو قماش السورة أو الشعال السورة هل يقرتو بردي كيان تومد باركرت أو آفرتي كان رش بيستكبو أو ينتومد باركرتيان أو شالي دزيوو لو كشي بردوا قالت فلتمسوه فلم يجدوه فاتهموني به أو آفرت الرش بيستفقيري دل من ينتومد باركرتيان تو دزيوتا قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها يعني داس يعني قبل تفتيش كرين حتى عورتش يعني تفتيش كرين يعني كان شعر دبيتيو بله دل منش واستاومو هیچ د صلات منی او خفت د خو مو چون تو مدبال یان کرد مو او ازیت مددن لو کاتو بال نکاتو شاله کی فردا یوا لا نزیق اوان کبینیان بو اندر کود ام افرت الرش بیست فقیره بری بو بتوان بو او ته است ها بال نکاتو فردا یوا قالت فوقع بینهم فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وانا منه بریئه وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وتي تومد بارتان كردن ببلاش أو آفرت الرش بيست هات الله بيغمري فعليه عليه الصلاة والسلام ومسلمان بو يعني لو قوما بيزار بو زور خفتي لإخواردن كآوة تومد باريان كر عيب داريان كر بو بيزار بو لأنوازي لينان هاتو مسلمان بو رب ضارة نافعة زور جار مصيبته كد بسر ده تو هذا زاني أو مصيبته زرر بو بوتو نازاني او مصيبته دبيت درجاي چ رحمت بوتو درجاي رحمت لدكريتو لداخي قومكي لخفتي قومكي كاوان لكرت
وازی لهنان هات لای پیامبری خواه علی صلی الله علیه و قازان جیکردی آن نه بیگو من قازان جیکرد. قالت عایشه فکانا لها خباء فی المسجدی، آو خفشون لناو مزجود ده، او کبلی خیمه چی بچوک مالوت کی چی بچوکی لناو مزجود ده با خوی پناه چی دانابو فکانت تأتینی فتحدث عندي أي تتحدث عندي كتخفيف بوا حذف بوا تخفيفا قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت جادهات لا عائشة دادا نستو قصيب وذكردو بلام همو جاري جيش قضيي خوي كتومد باريان كردهات ويادي ديوت أو دير الشعري ديوت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني يوم الوشاح وشاح كشالك بوتي آي أو رجيك كشالك ونبو من ينتو مدباركر من تعاجيب ربنا لقدر عجيب كاني پروردگار كعبد تيناق واد زاني زرر بوي بلام خيري چي قوري لخوي دا هل قرتوا إنه من بلدة الكفر أنجاني أو قدري خواي قورا لو رجدا لبلدي كفر مني رزقار كردو أو تمني هنا بلدي إسلام ولناو لا مزقوتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام لقال خيزاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام شو روش بيغمبر دبينم صلاة والسلام وفعل السلام بو إبراهيم قد بأميد مبا لرحمي خواه وقد قماني شربة بروردقاري خود مبا والله لناو جرقي الرشيدة خواهي قورة سبيتيد بوديني لناو جرقي بأميدي دا خواهي قورة روناشي ورحمة بودكاته بس حسني ظنت بفروردقارتها به قد مالي تواو تياجم كلا إن معي ربي سيهدين موسى عليه الصلاة والسلام كاتك فرعون كوت شويني بخوي جندي كاني لبردمي بحرك يا إنات وأنا خنقاويك برابونا وبحر لبشتيش يان دجمنا قومي موسى إيمان ينوكو موسى نبو وتيان إنا لمدركون أي موسى تشيت بيكردين شون قرد بسر سر ما انكد أو طوى أو قيشتن بيمانو فرعون وجندي كاني لنا وما اندبن استأمل لحظيا وكو أسباب شو السبب ما هو تودلت فيه خوش به أسباب مادي دنياي أو بحر لبردمته أو أش دجمن لبشته شيء أش دجمنه كفرعون وجندي كاني هيج وسيلة شيء دنياي هي دلت فيه خوش به تشاود بيرون به أمد يكد ليها به نية كشيء مساد لك كلا وانية والله أيوه بهلا داشون أي شيء بهلا داشون شيء هي الأرادة شو وسيلة شو هو كارك شو درجاي شيء خيره فرمي إنما يا ربي سيهدين يا من خوام لقلا والله إلا هدايتهم ددار رجاكم بودكاتوا بوي كرده وخوي جورا بالله أو بحري بو شكرت رجايتي وشتي بودروز كرت فرمو موسى خوتو شو إن كوت كانت ببرنوا هر أولنا إستارز جارت عند به لو زيادة فقري دوش دبينن حلقي دومي في المكتشيا كحقيقية أولني بس رزجارت عند به إستاد دبينن دوش من كان يشتان كلي عند ترسان لنا أو بحر دا دخنشين أواني شيخ كان خوي بروردقال ويبرا قط بأميد نبين ها أما أفرت داماوا لولا منالك دي شالي كي بي لي لي دكي دواي بالنديك دي با تومد بار دكري استخفت بارا بيتا قطا حيش تشيبك حرشان دا دفاع لخويكا هيجي بينا كري بلام رب العالمين بجواب دي لسر كساني مظلوم مستملك راو أما يبو كردا كليلي درقاي خير وازي لو قوم كافر هنا وهاتو مسلمان بو بلا أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بله ابن عمر ده فرمي جنجيك بو أعزب وجنينه هنا أبو جاري لمزقوتي في عمر يخوض أخوت عليه الصلاة والسلام لمزقوت دخوت آية دروس تخوتن لمزقوت بله دروس ده أما بالقلة سر أوى أما بالقلة سر ويكا خوتنا مزجوا دروس توه هي شيء اجتداني إن شاء الله. مل. أحسن الله إليكم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قال قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله وفي المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد صدق قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب.
بله پیامبر علیه الصلاة والسلام روز چند دیت مالی فاطمه کی یعنی مالی علی لونیه کتی ای کوه علی کوه آموزاکد لچوی علی آموزات یعنی مردت متی ولای باوکا لبینی منو تو زک تو ربون روی دالیم تو ربو مالی جهشت لیم تو ربو مالی جهشت ای درست واب کین یاش نکن من در کین لقده فعلی صحابه رضای خواه گور اللی بد علی چه علي باوچ حسن حسين علي مردي فاطمه علي زاوي پیغمبر عليه الصلاه والسلام علي اموزاي پیغمبر عليه الصلاه والسلام علي شاهدي جنتي پيدراوه وعلي خليفه مسلمانانه واش كاتق لخزاني توردبه خوي دروات درو خوي دروات درو اي چوكو جنابه درکري لمال اي جن چون درکري لمال لمالك الدريكيت بوچو بروات بوچو بروا كبچتو مالي باوچ لواني مشكلي چي گور ربدت لوانه مشکلی که جوره به لوانه شن نشت وانه بچته مالی باوچی ای بچته مالی خلق قبول تا آورد قبول آورش یان نابه خود دروی تدرو پیاوی بلو دروی لمس جود پالک و جاری تا سر دبی تو علی وای که رضای خواهی جوری لبه چون لمال چو تدرو فاطمه نازن چو تشویه پیامبر علی صلی الله علیه و سلم به پیاوی چو تی سید گفت نه چو تشویه علی رضای خواهی جوری لبه گرا بینی لمس جود راکش او خوتوه پیامبری خواه علی صلی الله علیه و سلم هات بینی لمزگوتا لشوی نگ لسر خال راکش ابو لسر زویا که پیامبری خواه علیه صلی الله علیه یمسحه عنه و یقول قم یا ابا تراب قم یا ابا تراب فرمی ای ابو تراب تراب چون که لناو خال کدابو خالی پیو لکابو لسری لاب فرمی هست ابو تراب هست باوچی خال هست دی هست یعنی ام سوزو بزیم هیربانیه انجا مش درسی چی تریشی تی ده برای کنم دکریت مسلمان ادعای ایمان و تقوا و علم و دین داری تیپ کاو لگل خزانی ناکوچی روب ده شتی واد به بالا ده به و علیا و لگل فاطمه چه و پیامبری خواهی سازم لگل خزانه کنی بوش که هیچ ملائکه نین برا همه مروین اینلا روزه اگر روزان لخزان تو لخوت و شتیک ده بکه دل سردی روب داد تو ربون روب داد آسایه چه شل تو ربون و ناکوچی دروز بون نیه ای چه شل تیه چه شل دوای کن زنی چون چهار سری و چه شیه دکیت آواهان مشکله آوا شقی دوم مشکله اگر با صبر بی با تحمل بی لو کات دا عوض بله من شتار جیم که لو کات دا آجور جیب ولا برو آجور اشتر که کم علاقت جیب ولا برو مزگو دور کات که سردانی برای کت که آوا باشتره ولام تو روبروی او نه ایلا دبی بیدانی شی نقصب کینو یجلای کینو قزک او زور غلط جورتین غلط دوایا لکاتی تو ربونی جنو مردا وکو شرک لباب روبروی یجو منو یالا بابی سلمین زای نه شیطان دیت بین تانو طلاق رو داده ابو هریرة فرمی حفتا کس بینیم لاصحاب الصفه حفتا کس بینی لاصحاب الصفه اصحاب الصفه مسلمانانی که فقیری به حالو به لانو به کسبون لناموز گفتی پیغمبری خواهد مانه و علیه الصلاة والسلام ولی ود خوتن ولی جنانیان دخوات خلق خیری پیدا کردن دفرمه هیچیان جلکیان بشی سروی نبو بلی ازار و ردایی هبه چاکتو پانتولک یعنی سرو خواروی هبه یا بس پانتولی چی هبوه بشی خواروه یا خود پارچه قماشه که لملی خوی آلاندو و عورتی خوی پیدا پرشی و جا هبو دگیشت نیوی قاچیان هی دگیشت جوزین جیان مثلا اوه لخویان کود کرده و بدستیان بوی عورتیان در نکوه یعنی اونده فقیر بون خلچی فقیر دائما هر هبوه ما بس چیه یعنی اصحاب الصفه لچوی دخوتن لمزگود دخوتن خال كان يجي فقير ولا مزجود دخوتن. أودي سال بلقي إلى سرتشي، بلقي إلى سروي آية درست إنسان لنا مزجود داب خوات بلا درست. بلا. أحسن الله إليكم باب الصلاة في المسجد إذا قدم من سفر ومن دخله فليبدأ بيمنى رجليه وليحييه ركعتين. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه سنة وإنسان كان سفر قراءة وسلطة بشيطة مزقود دور كعات سنة بكات
وقاتي راستي شي بيش بقى كتشتناو مزقوتوا بلا كعب يكري مالك ده فرمي في عمر عليه الصلاة والسلام كلا سفر يقرأ بعيا وجاري نده شو معلوا إكسد شو مزقو دور كعاد سنتي ذكر إن جاد قرأ معلوا أما جيان برضه كلا بركة وخير براكم تولى سفر يقدر قريتوا إنسان يعني اشتياق بيري خزانو من دالي دكات حزك أكسب شو تمالوا بس تجاري ناش تمالوا ده شيء تمال إخوة دور كار دكي شكري خوا دكي سباسي خوا دكي بسلامتي قرايته وانجاد شيء تماله دل نيابة توشي خير دبي دل نيابة مال مش سنتي كزيندو كينوا كسيك مان كالسفر دقرته ولا مزجود دابزيت دور كات سنت كات تحية المسجد انجاب شيء تو ماله وباشترى بس واجبنيه بس باشترى خير ترى بلى أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. جابر دفرمي هات ملايب يا عمري إخوة عليه الصلاة والسلام لما زقود بو نويجي ذكرت نويجي تي نويجي ضحى تشتنقاو وفرموي دور كاتكا يعني دور كاتي تشتن قابك باشا لفرمة قرزم لسريبو قرزم لسريبو قرز كي دامه وزيادة شي دامه يعني كي اگر كسي قرز داته بزيادة وا زيادة لي ورقريته وا اي ورباني ربا چي مقر چون في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام زيادة دائوا كاكا مافرين. نيكردو تمرش. ربا أوي كتو قرض ددي تكسر يقول لك من صد هزار الددمة دبي صد وبين هزار مبوب قرنيو. أما ربا. بس تو صد هزار الدواء تكسر. محتاج بوا قرض لقال كردوا. باش استا صد هزار كي بوا قرنيو ولا زرفك ده. لو لا شو بون منا. على سبيل المثال بابلين. قلمك دكاتة هديت برام زور سباس ساعاتك تبو ديني يا هديك يا باريك زيادة ديني تو كاكا ماشي زيادة من خو من بريبانم دو قلب الاخوتو وادنو تو بزيادة بمرجيش نداو بيم من دميو تشاكد لقلب كموا آية دروستة بلا دروستة وتبي عمري خواه كردويتي عليه الصلاة والسلام ملا أحسن الله إليكم. وعن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. كسك تان كهات مزجوا توفيش ويداني شباب دور كاتب كاس. والنتيجة تحية المسجد. ملا استأو حديثي بيشوتر كفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لما مزجوا صلاة الضحى ذكروا وجابريش كهات لاي في عمر عليه الصلاة والسلام بي فرمو دور كعد نيجي ضحابك. أما بالغير سرور كفي عمر صلاة الضحى كردوا. جار هي لمال كردوا تي مالي غيري خوشي كتشوا. نوجيان بوبكا ومصلاين بودياريكا ولمزقود كردويتي لدواتر كجيشتين باسي سنتا نوجا سنتا كان دبيني نيشي لخزانا كاين دفرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نوجي ضحاينا كردوا باشا يعني تشي ونيد استالير وحديثانها يعني او جنا نيبيني او خزاني نيبيني وكفي عمر صلى الله عليه وسلم كردبيتي الكل اخبر بما راى وعلم ما نوني إن يكردوه قال من نبينيوا أو تبي عمر عليه الصلاة والسلام لما زقود كردوه تبلا أحسن الله إليكم. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. يعني سنة وكتوديت ناو مزقود توقات الراس تبيشقي وكتشوي تدري وقات شفت بيشقي بلا أحسن الله إليكم. باب في بناء المساجد وكراهية زخرفتها. وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتتن الناس. كواتبه بلان بركيته أكن الناس يعني بو مخاطبة بس يودا كان مزقود بادروز بكري بلا من رازين دريتوا زخرفة المساجد. عمر رضي اخوي قوري لي بي فرماني كر مزقود دروز كان وتي مزقود دروز كان بوي جاي خلق ببيتوا خلق لبر باران نيوجنكا لبر خور نيوجنكا خلق نيوجي تدابكا بلا وإياك أن تحمر
أو تصفر فتفتن الناس ما تشو لنا هو بويا غيزردو بويا غيسورو رازانو أو جورجتانا خلق توشي فيتنا مكا لنا من وجكي عندا أو هم مشتدبين رازا أو شيء أو باشنية يعني شيء أم قصي برا كرم أي بوشي يستا زورك لمزجوت كان رازاوي تدا دلين دبي جوازيب كين لبيني دوشت جوازيب كين لبيني دوشت يا كم خوشی مزگود، فراوانی مزگود، آسانکاری، خواپرستی لناو مزگود، او هموی محمود و عبادتا. مزگود یکا شوین دزمیوژکانی با دقاتی توالیتو شوین دزمیوژی مالی خود جوان و ریکو پیکو پاک بید. او ایشی چی باشدکی؟ هر یکا من، یا زور بمن، لوانه لمالوا، شوینی دزمیجی چی ریکو پیک، سر آوی چی ریکو پیک پلا هم مزگو تکن که اکم مزگو تبا نرازی اندره توا ای باش، نرازان نوشتی که و ریکو پیکی شتی چی تره برای برسیم با خلق حس که مزگو تبا اوندر ریکو پیکو خوش بی حزت کرد که چوی تنا مزگو تبا لیدر نچی ما شاء الله دا چی تا توالیتی پاکو خواهن و ریکو پیکو اسراحتا دا چی تا شوینی دزمیج اسراحتا دیت نویجی تیدا دکی اسراحتا بشی آفرتان اسراحتا قادر میه بی یا درگا کانی چون دروی سرما و گرمای کد آسانکاری تبرید و تدفیعی بو کراوا خوشا یخوا ده ملیار دولار لمزگو تیک صرف کی بو اوی مسلمان با اسراحت تیدا خواه پرستی که او هیچی گناحنی و زمنیه بلام رازان نوا زری قبریق لناو خودی مزگو تکدا لناو مزگو تکدا که سرنجی خلق ببا انت ما شاده که با دیواری مزگو تو انواع نقشو انواع رسمو انواع زخرفیت دا او مکروها اویان دروست نیه براکم اویان دروست نیه آیا دروست مزگو تکینو مناری با بکین مناره چی یعنی با چی بیکین خون نویجی تیاد کره بالا بیکا مناره بکوبا مناره مزگو تکد لهمو شارک برستر بید هیچ گناهی چی تدانی ابدا دروست قبای با بکین بالا دروست با بکین تهویه خلق به اسراحت یعنی لکشه چی خوش ده ستا ام مزگو تا سقفکی برستر با والله خوشتر بو او هواکی خوشتر بو بایا موضوعی که لی حالی بین براکم راستا تباهی و فخر کردن و یعنی شانازی کردن مزگو تکی من آوایا نه اوانا همی گناحا غلطا زخرف و رازان نوو مشغول کردنی نویش خوین لنا و مزگو دا امانا گناحا اما خدمت کردنی مزگو تو جوان دروس کردنی فراوان دروس کردنی با شوازی چی زور پیش کوتوان دروس کردنی هموی دستت خوش بی که دتوانی بی کو چاک داوال خوای گوره دا کم یارمتی همو لایک بدا بتوان او مزگو تا روشنگ لروشنگ گوره تر و باشتر و چاک تری بکن انشاءالله با چی که با مسلمان دیت مالی خوا اسراحت دانیشید اسراحت دانیشید نک بید با پلی بس نویجگه تواو بی رزگارم بی اما چیه گرمایه یا لزستان دا سرمایه یا جمعه خلق دیو بچه تا درو درگاه که بجناکه درگاه ایچی بچوکه اما انا تی بگین ام دو موضوعات یک کل با یک نکهین کسی بلکه که والله لإسلام دا زم کراوه نابی تو زور مزگو پاری تی دا صرف که دلائی نخیر بغلط حالی بی موضوعه که اوانیه بله أحسن الله إليكم. وقال أنس يتباهون فيها ولا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. يعني أنس فرمي هم دي كس بس بو يعني فخفخو لخبايبون مزقو الدكاء ويتباهون فيها ولا يعمرونها يعني ونبي بيت نويجي تدابكا بو عبادة خوشيبكا نا بس بو فخر شانازي ولخبايبون او جوازه هنده مزگو ته دروز دکره حقیقه دنده چی ته ناویه و نزانی توله مزگو دای وزانی توله متحفق دای یا توله نزانم برجیک دای اما که مزگو دواده بی؟ مزگو دوانیه بلا مزگو دوه که چی ته ناوی با آرامین ویجی خودی ته داب که انشاءالله بلا أحسن الله إليكم. وعن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن
وسقفه الجريد وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. ملا دفرمي مزقوت لسردين بيغمر مزقوت بيغمر عليه الصلاة والسلام بخشتي قرد روز كلابو وسر كيبا أوي خرماء أو داري خرماء قلاكاني خرماء جيرابو وعمودكاني بايكاني تختي ديسان خرمابو أبو بكر شهاد لدواء بيغمر عليه الصلاة والسلام دسكاري نكرر وكوية مزقوتي هشتوا بلام عمر هندي چي زياد كرت وبناه على بنيانه في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام باللبن وعاد عموده خشبا وكبلي نوي كردو بلام هر لسر شيوازي قديمي سردين بيغمر عليه الصلاة والسلام دواي عثمان هاد قوري مزقوتكي قورتر كرد زيادة كرد ديواركاني ببر دروس كرد ديواري ببر دروس كرد نك بخشتي قور وبردي چي منقوشيش والقصة يعني جس بقتش بقتش وببرد كردي و جعل عمده خشب من حجارة منقوشة فهي كان شي قورين لتختو كرني ببرد بهمان شوا وسقفك شي ساجبو يعني أو تختي ساج ديارة شون الرقو تندو بتو بلا آية أويك عثمان كردي رضاي خواي قوري لبي مخالف ونا مخالف نبو براكم صديق دنا مزقوتي تركيا على قل مزقوتي كردستان كسيك ثان كتشوب يا تركيا دزانه مزقوت كاني أوان ثمانية شندة يشيك ثان في الملك يشيك ثان هاكا يعني كان 100 سال مزقوت هي 400 سال 500 سال 600 سال دروس كلاو وكخوي ماو مزقوت هي ملك كردستان ثمانية شندة أمزقوت هلا ثمانية من كان جار دسكاري ما كردو قبر ما كردو باشا كاكا بو چکه بناکی هیچ نیه، بناکی وکو پیویز نیه، زوده به بیگوری. کمتر که تو مزگوت یک دروس که براسی نیست، آویک عثمان کردی رضای خواهی گوری لیب ببر دروستی کرد، دیواره کی برد، پای کی برد، آو تمنی دیرشتره یا نه، تمنی دیرشتره که آتا گناه نیه. اما نه چه تبابی اسراف و گناه و توان و چی نه، شتی چی محکم و باش دروس کردو دمنیت او اسراحتی تی داده کری. بویه. كم مزقوتي كردستان هي 8 ل 100 صار زياتر به او من لبير ما من ليادما ل 100 صار زياتر وكو خوي ما بي استاج قورنا كرابيتو ونوجنا كرابيتو كور باب دبي چنجر دسكاري كيتو كلشي نما باوي نما عبادتي دا طاقت نامني بس ولا وكو تمام بر مزقوتي شي تركيا تماشايكا حوت 100 صار او مزقوتها هي وكو خوي دلي كيويكا قلعيكا هر برو نجي تداك يجي مشكله كدنيه كواتا بوشي وازم زقوتي اصيل ورصين وشاك دروز بكره اما ناتشة بابي اسرافه وبابي زخرفه ان شاء الله مل. احسن الله اليكم. وعن عمرو بن دينار وعبيد الله بن ابي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله جدره قصير فبناه ابن الزبير. لسردمي بيغمر عليه الصلاة والسلام چي نبو لدوري كعبة ديوار نبو كعبة هبو دورك رو تلايا تيجني هيج بازنية دشتك نو كعبة بدوري كعبة دا سوريته وطواف داكي دواج نو يشبك عمر هات وكوبلي سنوري چي بودانا ديواري بوكر تواو اما بيت الحرام برونا وإيرا مسجد الأقصى برونا وإيرا نو يشبك انجا ابن الزبير شهاديسان با بتوترو بجوانتر دروسي كد اي استا دوري كعبه بنايه بنانيه سا بنايه ومزقوتي شي زخمو قورو و دروس كرا بوكاكا صالي ينك صالي لكل روجك دا توقع دكي لواني بلاني كموا ل 500000 كاس يعني ل 2 مليون تا مليون كاس تدا مس الحرام ماشا اي او خلكا بزستان يا بهاوين بوغر ماي مكه اگر بنا نبي وخلك لا شوي دارك لا شوي دارك يعني تشبكات
چون نوشکا چون دانیشه چون اعتکاف کا چون خوا پرستیب کا چون بیکا کا استا بنای چی زخم گورک را ول دوری کعبه دچ تی اد دانی شی ذکر خوا دک قران دخوانی بویا او موضوعانه به الله لی حالی نبی لسدم پی عمر خوا علی صلی الله علیه وسلم زور ساده بو ورده ورده شکل چی تری ورگرتوا اما خوا پرستی نی بلی نابلی زیات کیو نابلی کم کی اما بجویری پیداوستی جیانی مروه لسردمك دا أو ازدحاما نبوة استكاك نابيني لكاتي حجدا جاروات 2 مليون خلق 2 مليون ونيو 3 مليون ليقمز قود دا كود بيتوا او بيوستي بلاياني كمو بهزار 2000 10000 جاري تواليتو أو دسته لسردم پیغمبر نبو عليه الصلاة والسلام خلق دسته لو دسته بخوي دسته بخوي دسته بخوي ورس 3 مليون خلق بربو دسته وربو دسته بخوي چي رو دادات والا ما ككستي داناجيت وانيا و هنده آسانکاری و خدمات هیا امروک لمزگو تکان داده کری ناچه تبابی اصراف و آگامان لی بی یعنی ما بستم لچی هم زور لسر داکو چی کردنه هنده کسی هنده شد بسطحی ورده گری لی وردنا بیتو حدیثی چی بیستو والا سقفی مزگو تکان پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام خورما بو گلای خورما بو او ای و هموی زیاده و هموی بدعی و هموی کل دانی شباب جد کل حالینی لی موضوع وان يقضي كبوشي وزنيك تو تيجيشتوي هر يكمان حزدك مالكي كوشكي جي غوري مزبوطي خوش بيت بلا مالي خوا بلا اهتمامي بين هذين او غلط مال احسن الله اليكم. وعن عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا حسبت أنه قال يبتغي وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. ملا عبد الله خولاني دلي بيستم لعثمان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنكم أكثرتم، يعني رخنا لعثمان قلت أي عثمان وشيء ومزقوت دوا جورا كردو وببر دروس كردو وبقش بنات كردو وراز عنده تتو عثمان رضي الله عنه جورا فرمون من سير من الأيوة ده إنكاري لو ده كان كمل خدمتي مالي إخواده كمل كاتك ده من اللي بيغمرين بيستوى عليه الصلاة والسلام فرمتي هركس مزقوتك دروس كما بستي إخوابه ما بستي ناودر كردو وشهرته لخبايبون نبي إخوي جورا حافشوي أو مالي بودروس دكالة بهجدة كواتكاك واز بينا ليه قرن خزمتي مالي خوابكين مالا. أحسن الله إليكم. باب المرور في باب المرور وإنشاد الشعر واللعب بالحراب في المسجد، ومن دخل المسجد بسلاح فليمسك على نصولها. آية دروست إنسان بنا مزقود دابيت وبروات، وآية دروست ياري كردن هنديك جورنك هموي لنا مزقود دا بالحراب في المسجد، يعني كو ملا يعني جورا مثلا ياريك هي مثلا كسودي هي بو لا شيء انسان وكو تدريب يقل ناومز قود دابي كا آية دروستا انسان لناومز قود دابي وشمشيرو تيرو ورمحو ياخد سلاح في بيت دمان شو كلاشنكو في بيت بزانين دفرميتي. أحسن الله إليكم. عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما. عمر عليه الصلاة والسلام فرمي هركسك بناو مزقوتا كان من ذات يبريا بناو بازار كان ذا دروا وبونو منا تيري بيا شمشيري بيا رمحي بيا با تشيبكات فليأخذ على نصالها، يعني بونو منا دز لسر نوكتيجا كيداني كبيتا بو اوي لشاني كسيق لدناو تشاواني كسيق لملي كسيق هل نتشقيت ازيتي بدي يا يعني مثلا سلاح بيك هكا سلاح قد ضامنك وابينك اقاد لخو نبي ودستت بريكي وبتقيت وكسيق برينداركي جاباز لو ذاك من مر في شيء من مساجدنا كواتا رويشتن بنامز قود دا دروستا مثلا نامز قود دو درقاي هي كسيق بفلي ليرا دي دا بلاوكاني دا دانيو دا پاریته ولا درګه کی تر د چته درو اما درسته یا گناهی که درسته اسایه چشن ان شاء الله بلم بشواز یک بینه به تمای ازیت بو اهلی مزګوت مله.
أحسن الله إليكم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمره أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. داك بنامز قود دارويش تشان تيري تشي بيبو تيري كان همو سركان يان بدلو بو بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي نوكا كان يان بقرة دستي بيه بقرة بوي مسلمانك بريندار نكات مل. أحسن الله إليكم. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة رضي الله عنهم أنشدك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عن رسول الله صلى الله عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. حسان كوري ثابت رضا إخوائي قوري لبي هل فهل سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس؟ أبو هريرة دفر برسن آية بيغمر عليه الصلاة والسلام بحساني وتوا بالشعر ولامي مشركة كان بدوا خواب اشتيوانت بيد الله بلا كواتا إنشاد الشعري شعر وتلنا ومزقودة دروست دروست بلا. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. عائشة دفر من رجل جنب أغمري خوان بني عليه الصلاة والسلام لدرقائي جوركم واستابوا روي لناو مزقود بو وحبشكانش كومولا كزبون لناو مزقود دا ياريان ذكرت في أغمري خوان سيري ذكردن نفرمو كاريشي قناه دكن وفي أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بعائشة فرمو ولا سيد يعني كحزدك أي ولا عائشة تناقي خست سر شاني في أغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لبشت في أغمر عليه الصلاة والسلام سيد ذكرتن كياريان ذكرت يسترني بردائه دش فرمه ستري كربون بجلكاني خوي أوان من يندبيني بيني بلى سيد اللاعب كم ذكرتن دروستا أم جورة ياريا بلى دروستا يتشيشني يعني على سبيل المثال آية ما مستاك هي ما مستشير كوبلين لناو مزجود دلة كاكا ولا من آمادن بيانيان أهلي مزجود شيء ديفيد أو كمثلا إنزلاقي هي بشتي ديرشي تشوشي ديرشي صوفاني هي هندي تدريبات بيت عندكم بسودة بوتان لناو مزجود فيريانكا دروستا بلا دروستا هيج جناحني هيج تششيش تدانيا. يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا.